قام متظاهرون في إيطاليا بإغلاق بوابة إحدى شركات الصناعات العسكرية مانعين بذلك خروج شحنة من المدافع إلى تركيا، وطلب المتظاهرون الحكومة الإيطالية بوقف صادرات الأسلحة إلى تركيا، وقف الأوامر التي تمت الموافقة عليها بالفعل. كان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قد أبلغ نواب البرلمان أن روما ستوقف جميع صادرات الأسلحة المستقبلية إلى تركيا، كما اتفق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.